الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 نوفمبر 2024، أنصب رسميا اللواء مصطفى اسمعلي قائدا للقوات البرية خلفا للواء عمار عثمانية، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.